دخول هذه المبادرة التي قام بها اتحاد الجمعيات الوطنية بالتعاون مع منظمة التعاون التركية في إطار استجابة المنظمات الدولية والمحلية لنداء الحكومة المتعلقة بمساعدة اللاجئين السودانيين، حيث قدموا أكثر من 220 سلة غذائية للأسر السودانية القاطنة بمخيم كفرون، والذي يبعد عن مدينة أدري ب25 كيلومتر. وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير بأن هذه المبادرة جاءت استجابة لنداء السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الوقوف مع الأشقاء السودانيين في مخيمات اللاجئين. نحن دائما في خدمتكم، ورئيس الجمهورية دائما في خطاباته يتكلم يقول لكل المنظمات الإنسانية ولكل المجتمع المدني ولكل الجمعيات الخيرية أن يأتوا ويقفوا مع إخوانهم الذين أتوا من دولة السودان إلى دولة التشاد. أما محافظ مقاطعة أسونغا علي محمد صبي فأشاد بهذه المبادرة، وأكد بأنها سترسم البهجة في نفوس قاطني المخيم، وطلب من المنظمات الأخرى أن تحذو حذوهم.